كان يحمي في السبعينات والثمانينات الجوق الموسيقي التابع لدار الاذاعه والتلفزه الجزائريه رابح خلفة. رابح خلفة اللي درنا مفاجأة كبيرة كي رحنا لباريس، كي تنقلت فرقة تاع روكي باريس، كنا في ستوديو تاع فازي وفجأة سمعنا غنية هكذا جبدتنا كامل. قلنا له تعملنا هذه الغنية؟ قالنا تاع رابح خلفة. قلنا له شكون رابح خلفة؟ جابونا إبا هذا هو دوك تشوفوا الكليب تاعو اللي درناه له، اللي داروا له عادي سماكي رابح خلفة، والغنية واسمها وين وين لالا وين حبيبك. شحال عندك انت معها؟ عندي 25 سنة. درت دانس، جيت دانسور، كوميديان، باتور، درت 2 ans كونسيرفاتوار باتري، كونغاس، تيمباليس، فيبرافون، ودرك دربوكا. ومن بعد رحت مع الجوق تاع الإذاعة، مع بوجميع مرزاق، مع شريف قرطبي. ومن بعد كرهت من الشهريه جيت ايميغري فرنسا. فوالا هكذا جينا هنا ودرنا الدار والدراري والحمد لله تكون صحة برك ان شاء الله. يقول له بلي ماركيت شفت صبعك هذايا في اللي فيها الخاتم، شغل تلعب به شغل بيركوسيون؟ كيفاش شغل بيركوسيون؟ تلعب به انت هذايا هذا الصون هذا؟ وي وي هذا اللي يمشي كلش. المره الاولى اللي دير غنيه تسجل كاسيت، انت اللي سجلت عده مغنيين بدربوكا تاعك، هذه المره الاولى راك راح تغني انت، علاش؟ اول مره جربنا تجربه، هذه اول مره ان شاء الله تنجح. حكينا عن الكاسيت تاعك هذه اللي درتها، واش فيها كلش؟ فيها من كل نوع شويه. كلام انت اللي تكتبه؟ كلام انا، موسيقى انا، ارانجمون فازيل، ويعني درناها كاسيتا، درناها هكذاك تجربه، ما نعرف الا تصدق، ان شاء الله تصدق، ما نعرف. شحال عندك؟ عندك 25 سنه قلت لي راك في الموسيقى، وسنيت 25 سنه باش واش الحاجه اللي ديسيداتك باش دير الكاسيتا وتغني؟ ما نعرف، خاطر انا في الكاسيتات مع ادير، مع رابح حسمه، مع جرجره، مع ندير لا كورال نغني معاهم، يسومار تاع رابح حسمه، لا ديرنيير تاع ادير، انا اللي درت طرف شعبي هذوك. ديسيدينا انا وفازيل، قال لي نديسيديو نديرو حاجه اون فا تونتي، قلت له الله يبارك وبدينا. We'll be right back.
الحق.